معانا بقى ايه الدكتور طبعا محمود شاهين، مدير عام لمركز التنبؤات والتحاليل بالهيئه العامه للارصاد الجويه، عشان نتعرف كمان على تحذيرات الارصاد الجويه وخريطه سقوط الامطار في محافظات مصر المختلفه. دكتور محمود، صباح الفل على حضرتك واهلا بيك. صباح الفل كريم استاذ رهوان، صباح الفل عليكم. صباح الفل على حضرتك. ممكن قبل ما نخش في التفاصيل بس عندي سؤال واحد، لان الجو دلوقتي بقى جيد، امبارح سمعنا ان في كلام عن تعليق الدراسه وحاجات زي كده، الموضوع ما كانش مستاهل، هل عشان قرار زي ده يطلع دكتور محمود مش لازم يكون في يعني تواصل مع حضراتكم علشان نقدر ان احنا ناخد قرار زي ده بناء على التقارير اللي حضراتكم والهيئه بتصدرها؟ يعني اتفضل يا فندم. حضرتك التواصل على مدار الساعة بيننا وبين كافة محافظات الجمهورية، تنبؤات الأرصاد الجوية كانت واضحة جدا، قلنا إن كرة الأمطار النهاردة على الظاهرة خفيفة منذ الساعات الأولى من يوم الأحد، وده حصل فعلا في فترات الفجر والصبح بدري، في أمطار خفيفة على مناطق متفرقة، وارد إنها تتكرر مرة أخرى كرة الأمطار الخفيفة على القاهرة بعد ظهر اليوم، ولكن إحنا طبعا ما نعرفش في إيه على الأرض. يعني المحافظين في كافه المحافظات الجمهوريه هم ادرى بواقع الارض، الميه عليها قد ايه، كميات ميه، شركات الصرف الصحي المنتشره في انحاء الجمهوريه كلها بعربياتهم، هم ادرى قدامهم قد ايه ويجمعوا او يلموا كميات الميه اللي موجوده على الارض، فبيبقى في حذر شويه من الاختناقات المروريه، خصوصا طبعا في مدينه زي القاهره بالكثافه السكانيه الكبيره دي يحصل اختناقات مروريه. لا، واتوبيسات المدارس كمان يا دكتور محمود اللي ساعات كتير حصلت قبل كده في كذا شتويه ورا بعض، ان بيفضلوا محبوسين في الاتوبيس بالسبع ثمان ساعات على حسب المكان اللي هم فيه والى اي درجه الارضيه غرقانه. بس دي شويه مطر، يعني دي شويه مطر يا دكتور محمود، غرقت الدنيا. يعني انا شايفه دلوقتي الاجواء، حتى احنا شايفين من عندنا هنا في الاستوديو الدنيا كويسه جدا، فلو احنا من دلوقتي بناخد قرار كده، طبعا يعني اكيد احنا ما عندناش المعلومه الكافيه، بس قرار زي ده امال بعد كده بقى لو في سيول او حاجه زي ما كانت قبل كده الوضع كان هيبقى ازاي؟ على كل حال هو خبر اسعد الاهالي عامه، انا مش هقول لك هو اسعد التلاميذ بصفه خاصه، بالعكس ده في امهات كتير كانوا بيقولوا ما معناه ليه كده، ليه كده اسعد الاهالي انزعجوا. مفيش خطوه بقى، مش هنروح الشغل بسبب الامطار يعني، ولا احنا يعني ملناش نفس يعني واحنا غلابه يعني. ماشي، اتفضل يا دكتور محمود. لا طبعا، هي بالفعل الاجواء النهارده اخفت حته من امبارح بشكل كبير، وده وفقا لما اعلناه في تنبؤاتنا اليوميه، ولكن زي ما اتفقنا ان دي اجراءات احتياطيه من بعض المحافظات عشان التحكم في لم كميات الامطار اللي موجوده في الشوارع. ان شاء الله النهارده مساء بتنتهي حاله عدم الاستقرار تماما، وبكره ان شاء الله تبقى الاجواء مستقره على كافه محافظات الجمهوريه، باستثناء فرص لسقوط امطار متوسطه كده على مناطق من السواحل الشماليه المطله على البحر المتوسط، وده طبيعي بقى في هذا التوقيت من العام، نهايات فصل الخريف وبدايات فصل الشتاء، بتكون الاجواء ما تشبه سقوط امطار متقطعه على مناطق السواحل الشماليه. طب نقدر نقول يا دكتور محمود ان امتى الاجواء هتبتدي تشتد وندخل بقى في الشتاء بتفاصيله بامطاره برعده ببرقه الى اخره، خصوصا كمان في ضوء اللي حصل في اسكندريه يعني امبارح؟ كتير من المناطق السكندريه كالعاده بتغرق طبعا في الاجواء الشبيهه باللي حصلت امبارح، وكمان لو خدنا في الاعتبار اللي حصل قبلها بايام في اسوان، يعني من الواضح كده ان في كمان يعني ايه صور جديده للتقلبات الجويه ودرجه حده كانت غير مسبوقه في بعض المحافظات. طبعا السواحل الشماليه ومحافظات الوجه البحري امبارح شهدت امطار غزيره متوسطه غزيره رعديه في نفس الوقت، وكان في بعض السحب الرعديه موجوده على القاهره امبارح، واحنا في المدخلات قلت ان السحب الرعديه ما حدش يقلق منها، مش هتكون بكثافه على القاهره زي ما شفنا من فتره. وبالنسبه بقى لحالات عدم الاستقرار، احنا متفقين ان الثغرات المناخيه بتخلي في ظواهر جويه حرجه الى حد ما في حالات عدم الاستقرار، وبتكون اكثر عنفا من ذي قبل، زي ما شفنا على اسوان واللي حصل في اسوان، ان مدينه زي مدينه اسوان في جمهوريه مصر العربيه اللي هي تعتبر نشطه في مصر، درجات الحراره فيها دايما مرتفعه، يسقط عليها ثلج وبرد في الحاله اللي فاتت. طبعا ما فيش كلام، الثغرات المناخيه اثرت بشكل كبير على كافه محافظات يعني كافه انحاء دول العالم، وايضا بما فيهم جمهوريه مصر العربيه طبعا. حالات عدم الاستقرار متوقعة، وارد ان تحصل لسه حالات عدم الاستقرار، لان لسه في بداية موسم الشتاء طبعا، لسه فاضل شهر على بداية الشتاء 21 ديسمبر، فشهر الخريف والثلاث شهور بتوع الشتاء هو ده الطقس المتقلب بالفعل على جمهورية مصر العربية، واللي بتحدث فيه موجات من الطقس السيء، فاحنا طبعا بنتواصل دايما، ولما بيكون في اي موجة من موجات الطقس السيء متوقعة على جمهورية مصر العربية
على طول الهيئه بتنوه عنها وبتبعت رسائل لكافه المحافظات الجمهوريه المعنيه بالتخطيط ده. طيب كويس جدا، بس احنا اسمح لنا هنتابع مع حضرتك برضو الفتره اللي جايه، يعني لو قدرنا حتى يوم بيوم عشان نطمن الناس، وفي نفس الوقت لو حد مسافر اي محافظه يعني برضو ايه يطمنوا ان الطرق مش هيبقى فيها اي نوع من المخاطر يعني. ان شاء الله طبعا عينيا يا رهوات، بس احنا طبعا بنقول للساده المواطنين هتبدا بقى استقرار في الاحوال الجويه من بكره حتى نهايه الاسبوع، فطلب استقرار في الجو زي ده نقلب من الشبوره على طول. اه دي نقطه كويسه بدري. هتزيد كثافتها مع الايام اللي جايه، من يوم الثلاث تبدا تزيد كثافه الشبوره، ووقتها يبدا يزيد شويه توصل الساعه 8 والساعه 9 الصبح. اللي معها طبعا الرؤيه فنكون حذرين جدا واحنا خارجين الصبح بدري، القياده بهدوء شديد على الطرق، تخرج بدري عشان نقود السيارات باريح شديده، او اللي ما عندوش مشوار بدري بقدر الامكان يخرج يأجل. رائع جدا، شكرا ليك جدا يا فندم، شكرا دكتور محمود شاهين.